السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ليلى للطبخ الأصيل. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا بسطلات صغار ديال الحوت. غادي نشارك معكم حشوة اللي كتجي رائعة في المذاق، بنينة بزاف. غنشارك معكم أيضا طريقة ديال طي هاد البسطلات. هادو عندنا هنايا هاد الشكل هذا اللي كيجي على شكل وريضة، طريقة اللي هي بسيطة كيجي زوين بزاف في المنظر كما كتشوفوا، والطريقة التقليدية ديال البسطلات ديالنا كما كتشوفوا الطريقة الدائرية. خليكم معايا الى نهاية الفيديو باش نشوفوا الطريقة ونشوفوا المقادير ان شاء الله. وإلا كانت هذه اول مرة كتزوروا فيها القناة، شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. ما تنسونيش من اللي لايك وبارتاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا. بالنسبة للمكونات غنبداو اول شيء بالسمك اللي غنحتاجو. وعندي هنايا 650 غرام ديال الكروفيت اللي خديتو انا هكا طيب نص طيبه قشرتو، ممكن تاخدو كروفيت عادي. هنا عندي 500 غرام ديال الكالامار او السيبيا قطعتو مكعبات هكا صغارين. عندي 700 غرام ديال السمك ابيض، يكون هكا هبره، تكون فيه هكا اللحم هبره. هانتوما يعني كاين بزاف الانواع. انا خديت هنايا كوربين، ممكن تاخذوا السنور او الفرخ، ممكن ايضا تاخذوا القرش او الروكان. غير هو الروكان تيكون شي شويه ناشف، يعني الا كان ممكن تاخذوا شي نوع اخر من غير الروكان. الروكان تيكون شي شويه ناشف في البسطيله. وهادو حبات ديال الكروفيت الرمادي تيجي زوين في التزيين، هادو غادي نخليهم ان شاء الله في الاخير للتزيين. بالنسبه للكارنيتور غادي نحتاجو عندي هنايا الشعريه الصينيه اولا الفيرميسيل. خديت انا هنايا ديال الروز، خديت عندي هنايا 5 ديال المربعات، يعني هذه الكميه راه كافيه بالنسبه للقياس اللي عطيتكم ديال الحوت. عندي الزيتون مقطع كميه صغيره. هنا عندي الفطر طري خديته قطعته بهذا الشكل هذا، وعندي الفطر الاسود مجفف حتى هو كنحتاجو منه كميه قليله. وفي الشرموله غنحتاجو كميه ديال الربع. عندي هنايا مخلط ما بين القزبر ومدنوس، صلصه الصوجه ثقيله، يستحسن تكون ثقيله كتجي احسن من انها تكون خفيفه. عندي هنايا الزيت نباتيه، عصير ديال نص حامضه، ربع نتاع حامضه مصيره. عندي هنايا العطريه ديال بسطيلات الحوت، وفي العطريه غنحتاج سكينجبير. عندي هنا الثومه، التحميره، القزبر اليابس، شويه الكمون وشويه البزار. انا ما استعملتش الملحه حيت عندي الزيتون غنطحنو مع الشرموله غيكون مالح. عندي المصير، عندي هنايا لاصوص السوجا، من بعد غادي نزيد في الاخر الفرماج حمر محكوك. يعني هادو كلهم عناصر اللي كيعطيونا ملوحه، والحوت اصلا تيكون مالح. هذا علاش انا غادي نقص، ما غاديش ندير الملحه، غادي نكتفي فقط بهاد العناصر هادو. وغندوزو ان شاء الله اول شيء نحضروا الشرموله ديالنا. هنا غناخذ الربو ديالي اللي غنوضع فيه الربع، غنضيف عليه العطريه والثومه. العطريه غنضيف هنايا هاد الحامضه مصيره، غادي نقطعها فقط هكا طريفات صغار، كنستعملها يعني هي واللب ديالها. غنضيف هنايا العصير ديال الحامض. الا كنتو كتاكلوا الهريسه زيدوا شي شويه تاع الهريسه هنايا، حتى هي راه كتجي زوينه. كتعرفوا الحوت كيتواتى بزاف مع الحار. انا هنا ما استعملتهاش حيت وليدات صغار غياكلوا هاد البسطيله هادي، دونك غادي تجيهم مجهده شي شويه الا كان فيها الحار. وهنا غادي ندير الصلصه ديال السوجا، قياس تقريبا ديال واحد المعلقه كبيره، كتجي لذيذه مع الحوت بزاف. وغنطحن هنايا هاد الشرموله ديالي مزيان حتى كتولي ليا العناصر كلها هما منسجمين. هانتوما انا من بعد ما طحنت الشرموله ديالي، سمحوا لي انا ما ذكرتش لكم باننا راه الا كنا غادي نطحنوها هي والعطريه، يعني الربيع والعطريه، انا راه طحنت معاهم هنا حتى الزيتون الاخضر مقطع اللي وريتكم في المكونات، حتى هو كنطحنوه مع الشرموله. كتجي الشرموله زوينه وبنينه بزاف. الا كان متوفر عندكم الكورنيشون حتى هو راه ممكن ديروه هنايا، تطحنوا كلشي في هاد الشرموله هادي وكتبداو كتشرملوا السمك ديالكم. واول حاجه كنبدا نشرمل
هاد الحوت الابيض، كناخذ هكا الشرموله وكناخذ طريفات هكا. فهاد الوقت هذا كنكون شعلت على الفران باش يسخن، خطيتو طريفات هكا باش يطيب ليا دغيا، ما ياخذش ليا الوقت في الفران باش ما يطلقش ليا عاود الماء بزاف. كما لقينا نقطعوه طريفات صغيورين يكون احسن باش ما كياخذش لينا الوقت. يعني هذيك الشرموله اللي كنحضروا في الاول كنحطوها حدانا، هي باش كنخدموا العناصر كلهما مره واحده. وايضا كناخذ هاد الكروفيت هذا، انا حيتاش عندي هنايا راه طايب من قبل نص طيبه، هنا غادي نشرملو بهاد الشرموله هادي، غادي نوضعو جانبا حتى يقرب يطيب ليا هاد الحوت هذا، تبان ليا اللون ديالو بدا كيتغير ونحس به راه هو طاب. عاد باش نضيف ليه هاد الحوت هذا الكروفيت وندخلو معاه الفران فقط باش يعطينا داك المذاق ديال المشوي في الفران، كيجي هائل. نتوما الا حبيتو ديروه في مقله راكم غادي ديروا شويه الزبده وديروا فيها هاد الشرموله هادي، تخليو الشرموله حتى كتسخن شي شويه وكتضيفوا ليها الكروفيت 5 دقائق تقريبا حتى كيطيب وكتزولوه. من بعد ما دخلت الحوت الابيض ديالي للفران باش يطيب وشرملت الكروفيت اللي غنخليه حتى كنضيفو على الحوت الابيض من تيقرب يطيب، غناخذ هنايا الشامبينيون الكحل ديالي اللي تيكون ميبس، كنضيف عليه هنايا الماء اللي يكون غليان مزيان، يعني يكون الماء سخون بزاف، غنخليه فيه تقريبا واحد ربع ساعة 15 دقيقة. ومن بعد غادي نغسلو مزيان ونقطعو. غندوز باش نفزق الفيرميسيل أولا الشعرية ديالي. هنايا كما كتشوفوا في هاد الكاسرونة هادي راه عندي هنايا الماء سخون بزاف، هادو القشور ديال الكروفيت كما كتشوفوا، القشور ديال الكروفيت اللي قشرت وخليتهم حتى تبخو ليا مزيان في هاد الماء، هانتوما كما كتشوفوا راه مغلي مزيان. هادو هما فاش غنطلق هاد الفيرميسيل هادي باش كتشرب ليا ديك النكهه هكا ديال السمك. وبالنسبه للكالامر غناخذ الكاسرونه اللي غادي ندير فيها القياس ديال الماء، غنوضع فيها الكالامر، غنوضع هنايا جوج وريقات ديال سيدنا موسى، شويه الملحه، وغنضيف شويه ديال عصير الحامض، وغنوضعو فوق البوطه تقريبا واحد 15 دقيقه، قلبوه مره نديرو هكا بين صبعنا، الوقيته اللي دغيا يتحل لينا بين صبعنا غنحيدوه، ما نفوتوش ليه طيب، لحقيتاش معروف ان الكالامر او حتى السيبيا الا فوتنا لهم طياب راه كيوليو يعني ما تيبقاش القوام ديالهم مزيان، تيوليو بحال لاستيك ما تيجيوش مزيانين في الطياب. دابا هادو العناصر ديالي من بعد ما طابوا ليا، كما كتشوفوا هذا الحوت الابيض من بعد ما طاب ليا مزيان في الفران خرجته، ما نخليهوش حتى ينشف باش ما يجيناش ناشف بزاف في المذاق ديالو. هانتوما قطعتو هكا خليتو طريفات اللي هما يكونوا باينين شي شويه. الكروفيت ديالي ايضا من بعد ما دخلتو الفران حتى تحمر شي شويه خرجتو، قطعتو هكا طريفات صغيورين حيتاش عندي هنا كروفيت كبير. نتوما الا كان عندكم كروفيت صغير راكم غتخليوه هكاك. هذا الكالامار ديالي من بعد ما خليته حتى تبخ في الماء 15 دقيقه كنصفيه. وهذا الفطر الاسود من بعد ما تنفخ ليا مزيان في الماء الطايب فاش درتو، كنخليه تنغسلو مزيان، يعني كنغسلو بالماء بارد مزيان وكنقطعو بالقطاعه ها نتوما بهذا الشكل. هذا ايضا الفيرميسيل ها هي خليتها حتى رطبت مزيان في الماء وقطعتها بالمقص في وسط الماء، من بعد كنصفيوها مزيان. دابا العناصر ديالي كلهم هما واجدين، غيبقى ليا الفطر الابيض اللي غادي نسوطيه في شويه نتاع الزبده مع شويه الشرموله. دابا هنا كما كتشوفوا انا خديت هذه الجميله هذه، علاش خديتها؟ غادي نسوطي فيها شويه داك الفطر الطري، درتو هنايا مع شويه الزبده. علاش خديت الجميله ما خديتش مقله؟ لحقيتاش غادي ندير فيها الفيرميسيل والكروفيت والكالامار والشامبينيون باش والشرموله، باش غادي نخليها تشرب الشرموله مزيان، يعني غيخصني شي حاجه اللي غارقه باش تحرك مزيان ونخليها حتى تشرب ليا. هانتوما كما كتشوفوا هنا الزبده بدات كتذوب ليا، غنضيف الشامبينيون ديالي وغنضيف عليه الشرموله، ثم غنبدا نحركو مزيان حتى كيطيب ليا الفطر، تيتبدل اللون ديالو كيطلق شي شويه، تيولي تقريبا اللون ديالو بحال داك الفطر اللي كناخذوه معلب. من بعد فاش يطيب الا حبيتو تخليوه هكا يعني قطع اللي هي كبيره خليوه، ما بغيتوش راه ممكن ديروه فقط تقطعوه وتخليوه طريفات صغيورين.
دابا من بعد الشامبينيون ديالي مطاب قطعتو طريفات صغيورين، ضفت هنا شويه الزبده، غادي نبدا نضيف المكونات الاخرى. عندي هنايا الفطر الاسود، هذا الفطر الاسود الا كانت الامكانيه انكم تلقاوه وديروه في البسطيله ديال الحوت راه كيجي رائع بزاف، كيعطيها واحد الاضافه خطيره، كيجي زوين بزاف في المذاق. غادي نضيف الكروفيت وغنضيف ايضا السمك الابيض. السمك الابيض عندكم الاختيار، يا اما تقدروا تضيفوه هكا مع العناصر كلهم، يا اما تخليو حتى تكونوا كتمنطيو هكا في البسيطلات ديالكم، ديروا الحشوه ومن بعد تقدروا ديك الساعه تضيفوا هكا يعني قطع هكا من الفوق يبقاو معزولين على العمال. هانتوما دابا غنبدا نضيف الفيرنيسيل وكنضيف الشرموله ديالي كلها. الفيرنيسيل غادي نبدا نضيف غير شويه بشويه وانا كنحرك، حيت الكميله هنايا واخا هكاك ما عنديش كبيره بزاف، يعني ما غاديش تخليني ناخذ راحتي انني نخلط على خاطري. هذا علاش هنا غادي نضيف الكميه الاولى وغنحرك على نار مهيله باش ما تحرقش ليا العطريه ديالي ولا الشرموله. غادي نحرك هذه الكميه هي الاولى حتى كتنسجم ليا ونضيف كميه اخرى. ومن بعد ما الفيرميسيل والعناصر كلهم كيتشربوا الشرموله مزيان وكيتلقوا في بعضياتهم، دابا غنطفي البوطه وغنوضع هذه الحشوه ديالي، غنوضعها في بانيو اولا طبسيل كبير، غنخليها حتى تبرد تماما، يعني ما يمكنش نخدموا بها وهي سخونه، الا خدمنا بها وهي سخونه غتبدا تقطع علينا الورقه. نخليوها حتى تبرد مزيان ساعتين ثلاثه السوايع، يعني الماكسيموم اللي تقدروا تخليوها خليوها حتى تبرد، ومن بعد ديك الساعه نخدموا بها. دابا من بعد ما العمارة ديالي خليتها حتى بردات مزيان، غادي نضيف ليها كميه ديال الفرماج احمر، الكميه كتبقى اختياريه، ما نضيفوش ليها وهي سخونه باش ما تمشيش لينا ديك التعليكه ديالو، غنخليوه هكا يكون مازال هكا ما دايبش باش ملي ندخلوها الفران يذوب ويطلق لينا ديك التعليكه في الحشوه ديالنا، كتجي رائعه بزاف. هانتوما هنايا غادي نخلطو مزيان، وعندي هنايا هاد الزلافه درت فيها الزيت ودرت فيها شويه تاع لاصوص الصوجا وشويه ديال التحميره. هاد الزيت هادي هي باش غادي ندهن الورقه ديالي اللي غادي نمونطي فيها ان شاء الله هاد العمار. دابا ان شاء الله غادي نبدا نمونطي البسطيله ديالي، غادي نديروها ان شاء الله على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا على شكل ورده. انا غنشارك معكم الطريقه كيفاش نو كنحصلوا عليها. هنا كناخذ الورقه ديالي، انا واخداها هنايا حجم كبير، غنقطع عليها هاد الاطراف دائما اللي تيكونوا يابسين، حاولوا ما نخدموش بهم ما كيجيوناش زوينين، تيكونوا قاصحين يقدروا يخسروا لنا الشكل، المهم تيجيو زوينين بزاف، يستحسن اننا نقطعوهم بهذا الشكل هذا. هنا كنخدموا بالورقه يعني كما هي كبيره هكا، ما كنقصوا منها والو، ما تنقسموها ما حتى شي حاجه. وغناخذ ورقه كندهن ليها هنايا الجهه التحتانيه اللي كتكون ملسه، هذا الخليط اللي كنديرو ما بين الزيت ولاصوص الصوجا والتحميره، انا ضفت ليها هنايا حتى التحميره كتجي معها زوينه، كتعطينا اللون محمر الورقه ديالنا فاش كطيب، والصوجا كتزيدنا مذاق. دابا غادي نقلبها، دائما الجهه الملسه كنحطوها لتحت والحرشه هي اللي كتكون الفوق باش كنخدموا بها. هاد الشكل هذا كناخذوا شي مول ولا قالب اولا اي حاجه، المهم باش ناخذوا القياس باش البسطيله ديالنا تجينا ان شاء الله كاملها تكون قياس واحد. وغناخذ كميه من الحشوه بهذا الشكل هذا، ثم غادي نبدا نوضع بهذا الشكل هكا، وانا كنتني فيها باش تعطينا داك الشكل ديال الورده، كنهزها الفوق وكنبدا كنجمع بحال كنجمع كموسه.
كنستمر هكا. هانتوما كنقادها وكنحاول هنا كنطويها غير واحد شويه، ما نوركوش بزاف باش ما تقطعش لينا الورقه. هانتوما بهذا الشكل هذا كنبدا كنحل في الورده ديالي، كنورك هكا شي شويه من الوسط. هي راه ساهله، راه غير غتمشى لكم يديكم فيها غتوليو تصاوبوها بسرعه. بهذا الشكل هذا كنحلوها، كنهزوها هكا ثم كنقلبوها. هانتوما هنايا عندي بيضه طربتها، غادي نوضعها دابا هنايا. البيض ما تخافوش منه في الا كنا غنسدو به هنايا، حتى اصلا كطيب في الفران ما كيبقى لا المذاق ديالو لا حتى شي حاجه. وهنا كنبدا كنجمع، جمعوها مزيان باش ما تجيناش هاد الورقه من التحت مدقصه. مره مره ندهنوا بالبيض باش الطبقات اللي كنديروا وحده على وحده يتجمعوا لينا. كنضغطوا عليها هكا شويه باش تقاد لنا الشكل ديالها. وهذه هي البسطيله ديالي على شكل ورده كما كتشوفوا. غنعاود معكم وحده اخرى ان شاء الله. غادي ناخذ الجهه الملسايه الاولى اللي غندهن ثم كنقلبها. كناخذ المول ديالي كنوضعو في الوسط، كنهز كميه ديال الحشوه. هو ممكن نخدمو بلا المول، غير وكان المول كيعطينا بسطلات اللي تيكونوا في نفس الحجم، انت مابقاوش نديرو شي صغير وشي كبير. وكنبدا كناخذ الورقه ديالي كنبدا كنتنيها بهذا الشكل هذا. كنتمنى تكون الطريقه واضحه، الطريقه راها سهله بزاف. دائما يدينا في الفوق وحنا كنجمعوا في الورقه ديالنا. هانتوما كنحصلوا على كموسه بهذا الشكل هذا. كنجيو لتحت كنخليو شي شويه الفراغ فين غادي نضغطوا هكا البسطيله ديالنا، كنتنيوها بهذا الشكل هذا. ما تنوركوش، كنتنيو غير بشويه كنحطوها وكنحلو هذيك الوريضه ديالنا. كنضغطو هكا شويه غير بشويه في الوسط باش كتسطح لينا، ثم كنهزها كنقلبها. كندهن بالبيض هنايا وكنبدا كنجمع فيها. انا كنجمع وانا كنضيف في البيض باش تلصق ليا مزيان. كنحاولوا نحافظوا ليها على دوك التنيات باش تيبقى الشكل ديالها باللوجه ديالها يكون متناسق. كنضغط هكا شويه وهذه هي البسطله ديالنا. وغنستمر هكا. وهنايا غادي نشارك معكم طريقه الطي العاديه تاع البسطيله الدائريه صغيره. هنا كناخذ الورقه ديالي كنقسمها على اربعه باش كنحصل على مثلثات بهذا الشكل هذا. كندهنها هاد الدائريين. انا استعملت لهم فقط الزيت ولاصوص ديال السوجا.
هاد الطريقه راه فايت لي شاركتها معكم في الفيديو نتاع البسطلات ديال الدجاج. غتلقاو ان شاء الله الرابط ديالو في صندوق الوصف. هانتوما كناخذ هذاك المثلث كنوضعو على الاطار ديالي بهذا الشكل، كنقطع هاد الحواف ديال المثلث، هما اللي كندير بهم الطبقه الثانيه ديال الوسط باش ما تقطعش لي الورقه وما تخرج ليش العماره بهذا الشكل. هذا كناخذ كميه ديال العماره اللي كنوضعها في الاطار ديالي، وكنبدا كنضغط عليها باش تاخذ ليا الشكل الدائري ديال الاطار اللي انا اختاريت. ودابا كنبدا كنجمع، كناخذ هكا واحد الطرف، ودائما كنستعمل البيض، كنبدا كنتني بهذا الشكل هذا، وانا كنجمع وانا كندهن بالبيض باش يلصقوا ليا الطبقات اللي كنجمع ويجيني الشكل ديالهم متناسق. كناخذو غير شويه باش كنديرو به الثنيه، ما كناخذوش كميه كبيره ديال الورقه باش ما تجيناش معجنه من تحت. هنا الا بالينا الطرف اللي بقى لينا كبير نقصو منه ماشي مشكل. كنضغط عليها بهذا الشكل هكا باش كتلصق ليا، ثم كنقلبها وكنحصل على شكل دائري بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، يعني شكل تقليدي نتاع البسطيلات. غنعاود معكم ان شاء الله وحده اخرى. كناخذ الورقه كندهنها من الجوانب بجوج، ثم كناخذ الاطار كندير لتحت الجهه الرطبه نتاع الورقه، والجهه الحرشه هي اللي كتكون فوق، هي اللي كنحط فوق منها الحشوه. كنقطع شويه من الجوانب بهذا الشكل هذا. هاد الطريقه احسن من اننا ندوبلو الورقه باش ما تخرج ليناش عاوتاني البسطيلات ديالنا تكون غالبه عليهم الورقه و تيجيو شي شويه ما زوينينش. غناخذ كميه ديال الحشوه اللي غنوضعها في الاطار وغنبدا نضغط عليها باش تاخذ ليا الشكل الدائري ويعمروا ليا الجوانب كاملين ديال الاطار بهذا الشكل هكا. ثم كنبدا كنطوي. هانتوما كناخذ هذا القنت هذا، كنستعين دائما بالبيض، كنبدا يد كطوي ويد كتضغط باش كتلصق ليا الورقة على الورقة. البيض راه ما تخافوش منه نهائيا، خصوصا اننا غادي نديروهم في الفران. يعني الناس اللي غادي يديروا مثلا منهم شكل تاع بريوات، ممكن الا كنتو غتقليوهم تلصقوا بالخليط ديال الدقيق والماء، ولكن الا كنتو غادي تستعملوهم في الفران فراه ما تخافوش تستعملوا البيض، ما كتعطي لا الريحه ديالو لا المذاق لا حتى شي حاجه. وكنقلب، هانتوما كنحصل على دائره متناسقه مزيانه في الشكل ديالها. الكميه ديال العمره كتبقى على حسب، غنستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ان شاء الله. من بعد ما كملت الكميه اللي كانت عندي كامله، كما كتشوفوا خديتهم هنايا دهنتهم من الفوق بشي شويه ديال الزيت، درتهم في طاوله، دخلتهم الفران اللي مسخر من قبل، تنشعل ليهم من الفوق ومن التحت، وكنخليهم على نار مهيله حتى كيطيبوا على خاطرهم، باش حتى دوك التنيات نتاع الورقه اللي درنا كيتقرمشوا كيطيبوا ما تيبقاوش لينا خضرين ويتلهبوا لينا بالعافيه. هانتوما هادو اللي درناهم على شكل وريضه، كي كتجي الوريضه ديالهم حتى من التحت كما كتشوفوا تيجيو طايبين مزيان، تيجيو مقرمشين، المذاق كيجي هائل. وهادو اللي درناهم على شكل يعني بسطلات تقليديين دائريين تيجيو بهذا الشكل هذا، المذاق الا جربتوه راه اكيد غادي يعجبكم. كنشكركم على حسن المتابعه، والا كنتو اول مره كتزوروا فيها القناه فعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بالجديد. ما تنساوش لي لايك وخليو لي الراي ديالكم في التعليق. كنشكركم على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي وصفه جديده دائما على قناه ليلى للطبخ الاصيل. الى اللقاء.